أقف بين صفوف المصلين وعيناي ترقبهم لأكون جماعة معهم، لأني حرمت سماع صوت الإمام فلا أعرف ما إذا ركع أو قرأ. أصطف معهم رغبة في أجر الجماعة، وأقف وكلي انقطاع لله، فهو أعلم بأني أتوق شوقا لسماع ذكره وآيه. يا رب امنحني يوما أسمع فيه صوت الأذان، ففي كل مرة أخطو فيها للمسجد تخنقني أنفاسي وأحاول جاهدا لعلي أسمع همسا لصوت المؤذن. أما أمي فلن أسهب حديثا عنها، فقط أغمضوا أعينكم وتخيلوا أنكم لا تسمعون لصوتها نقضا. تخيل بأنك ترى ملامح وجهها الطاهر وابتسامتها ولا تدري بأي العبارات تنطق. ولي مع الرصيف والشارع ألف حكاية، فعندما أخرج للدكان المجاور لبيتنا لشراء حلوى أو عصير، فإن حياتي معلقة وقلب أمي يخفق حتى رجوعي، فأنا لا أسمع منبه السيارات. مدن الألعاب، حيث هناك جميع الأطفال يشعرون بفرحة تختلج صدورهم، وضحكاتهم وصراخهم يتردد صداه أرجاء المكان. أنا فقط أصعد لعبة وأشعر أنها ترتفع قليلا وتدور، ومن ثم تلوح أمي يداها مشيرة لي بأن اللعبة انتهت. للأيادي الحانية الكريمة، امنحوني بذلا وعطاء لأشعر بالعالم الجميل حولي. امنحوني وميضا من نور يشع بالأمل ويلون حياتي لتبقى أجمل.